يتزامن شهر رمضان لهذا العام مع الفصل الدراسي الثالث، مما يسبب جهد كبير علينا نحن السيدات العاملات. فالأعمال المنوطة بنا خلال هذا الشهر كبيرة جداً، سواء كانت العمل والتزاماتها أو الأطفال والأسرة والمدارس والواجبات. أيضاً كسيدات عاملات نحتاج أننا نخلق أجواء رمضانية، نعد وجبتي الفطور والسحور، كمان لا نريد أننا نغفل عن الجانب الروحاني الشخصي، يعني مثل الصلاة، الصيام، قراءة القرآن والدعاء والعبادة. فجميع هذه المهام قد تبدو كثيرة، لكن أنا متأكدة أننا إذا رتبنا هذه المهام على حسب الأولوية وعلى حسب الأفضلية ونظمنا وقتنا، فبإذن الله تعالى أن نستطيع أن نخلق جو رمضاني جميل ونخلق ذكريات جميلة لنا ولأسرنا بإذن الله تعالى.